في موضوع آخر، تواصل إذن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بولاية عنابة برنامجها التحسيسي لفائدة الشباب البطال بمناطق الظل، حيث حطت رحالها هذه المرة في منطقة عميرات مسعود ببلدية الترعات، حيث تم شرح الاستراتيجيات الجديدة التي ينتهجها الجهاز لفائدة الشباب البطال من أجل دعم ومرافقة إنشاء المؤسسات من حاملي أفكار المشاريع من خلال تقديم تمويلات ميسرة لأصحاب المشاريع، إلى جانب تسهيلات أخرى خاصة تلك التي تتماشى مع طبيعة المناطق الجبلية التي تعتمد على النشاط الفلاحي. التغطية كانت لعبد الناصر جلال. حكينا فيها مسبقا. تنظم وكالة أنساج عنابة أيام تحسيسية في مناطق الظل في مختلف بلديات ولاية عنابة لتحسيس الشباب حول كيفية إنشاء مؤسسة في إطار أنساج وحول المستجدات والنصوص الجديدة فيما يخص النشاطات والقطاعات التي تم رفع التجميد عنها، وهي نشاطات القطاع الفلاحي والخدمات، ولكن هذا يكون بعد دراسة اقتصادية تكون مع مختلف السلطات المحلية لدراسة احتياجات كل منطقة. احنا كاين ناس نديرها دبلوم، ندير دبلومات، وكل واحد عنده في اي مجال دبلوم تاعو، واحد باتسري، واحد حاب يدير سودار، واحد بلومبي، وواحد انا المجال تاعي في تربيه الابقار، عندي دبلوم في تربيه الابقار، والحمد لله ديما جاونا خطرتين وقاعدين يفهموا فينا. في